إذا كنت حريصا ناصحا لنفسك صادقا مع الله عاملا بالأسباب سييسر الله سبحانه وتعالى لك من فضله أعمالا يمتد أثرها لك بعد مماتك. المهم أن يكون المرء فعلا ناصحا لنفسه. وإذا كان العمل الصالح له امتداد من بعد الموت فكذلك والعياذ بالله العمل السيء له امتداد من بعد الموت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. فهذا يمتد وهذا يمتد. ولهذا ينبغي كما ينبغي على العبد كما ينصح لنفسه في أن يبقى له عملا صالحا ممتدا من بعد موته أن يحذر في الوقت نفسه أن يكون هناك عمل سيء ممتد من بعد الموت. يقول الله سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون.